حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء فقالت لا الا شيء بعثت به الينا نسيبه من الشاه التي بعثت بها من الصدقه فقال انها قد بلغت محلها